حياة الاستعداد من قبل ما نبتدي في مقدمة صغيرة كده هخش عليها بس في الأول عشان تقودنا للكلام على حياة الاستعداد، لأن حياة الاستعداد من الكلمة نفسها حياة. بعد وقت أنا بكون هسافر عامل تران اللي أنا أروح مثلا خارج أستراليا ولا حاجة، يجي قبليها تختلف من واحد لواحد بقى، واحد يستعد للسفر ده قبليها بأسبوع، واحد يستعد قبليها بشهر، واحد يستعد قبليها بسنة، واحد يستعد قبليها بيوم، وهكذا. استعد ما اقدرش اقوله عليها دي حياة استعداد. ليه؟ لان هو عارف الميعاد، هو عارف هيركب امتى وهيركب وهيروح فين وهيركب امتى وهيوصل المكان اللي هو رايحه دوت امتى. بس حياتنا احنا كحياة استعداد ما حدش عارف، عشان كده اسمها حياة الاستعداد. لايه؟ اللي احنا نروح السنة. فعشان كده نقول ان هي حياة لابد تكون ثابتة ومستمرة، ثابتة ومستمرة. لما الواحد كده بيعمل حاجات يوميا بعملها ما اقدرش ما اعملهاش كل يوم، لازم حياة الاستعداد تكون ثابتة ومستمرة. في شوية أسئلة كلنا إحنا بتخلينا قبل ما نخش نتكلم على حياة الاستعداد، تخلينا كده الواحد كل شوية كده يبقى ملقلق كده شوية. أنا اخترت كده عنوان كده حاجة، دع الله يجدك، خلي ربنا يجدك، هو اللي يشوفك. السؤال مش كيف أجد الله، مش إزاي أنا أجد ربنا، لا، كيف أدع نفسي عشان يجدها ربنا. ما أقدرش أنا أكون في مكان غريب عن اللي مش موجود فيه المسيح، مش موجود فيه ربنا، وأقول هو أصل ربنا مش شايفني، أصل ربنا ما بيسمعليش، أصل ربنا، أصل أصل ربنا. لا، ده أنا لازم أنا أدع نفسي علشان يجدها. طب حد يقدر يقول لي إزاي ده؟ يعني إزاي أدع نفسي عشان ربنا يجدها؟ مثلا وقت الصلاة ربنا يتعامل معايا، يبقى في صلة، حاجة زي كده. في سؤال تاني برضو ممكن أنا نسأله لبعضينا أو أنا أسأله لنفسي، يعني إزاي أعرف ربنا؟ احنا بنتكلم كل ده عشان نوصل لحياة الاستعداد. ازاي اعرف ربنا؟ المفروض انا ما اقولش ازاي اعرف ربنا، لا، انا ازاي ادع نفسي عشان تكون معروفة لربنا. هبوك على كل الاسئلة دي. وبرضه سؤال من اللي بيتسأل، ازاي احب الله؟ لا، كيف أدع نفسي لتكون محبوبة من الله؟ إزاي أنا أحب الله وأنا ولا أعرف إنجيله ولا بتناول ولا وبعيد عنه خالص؟ وأقول أنا إزاي أحب ربنا؟ أنتوا قاعدين تقولوا لنا أحب ربنا، إزاي أحب ربنا؟ لا، أنا إزاي أخلي نفسي تكون محبوبة عند ربنا أو من ربنا، تكون محبوبة. طول ما أنا لي عشرة معاه، لي علاقة معاه، يبقى نفسي محبوبة عند ربنا. ربنا بيبحث عني، هو ربنا بيدور عليا كل لحظة، كل لحظة، وعلى طول يديدة فرص كتيرة ويدينا مواقف كتيرة ويقول لي خلي بالك خلي بالك، أنا عايزك، أنت ابني، أنا عايزك أنا عايزك، كل لحظة. وأنا اللي
بأي شكل من الأشكال بهرب من المواقف ديت كلها. ليه يا رب أنت عايزني يا رب؟ عشان أخدك ليه؟ للوطن بتاعك، للوطن السماوي. خلي بالك مش هتعمر كده طول يعني سنين وسنين. في سفر التكوين يقول لك وعاش كذا سنة بالتسعميات وبتاعته ومات أخيرا. مات خلاص مات. ربنا الفرصة اللي ربنا أعطاها له عشان يروح السماء ربنا أعطاها له، حدها لنا مرة واحدة بس، حدها لنا مرة واحدة بس، فرصة يستغلها. وأنا عشان كده ربنا يقول لنا في حتة كده هوت عشان ربنا يقول لنا في لوقا 10، في لوقا 10 حلوة قوي ديت، أنا بصد بيها خالص كلنا. يقول افرحوا بالحرية إن أسماءكم كتبت في السماوات. التلاميذ راحوا المسيح لما قال لهم روحوا بشروا رجعوا بتاع بسرعة، إحنا بنخلص أرواح وبنعمل أرواح وكل دوت. فقال لهم لا، ده أنتوا تفرحوا، الفرح بتاعكم اللي أنتوا أسماءكم كتبت في السماوات، كتبت في الفعل الماضي، اسمك واسمي واسمه واسمها وهي وهو، كلنا مكتوبين في السماوات. يا سلام يا رب. وما انا زاد خلصت مين؟ وما انا فديت بدمي مين ومين ومين ومين؟ وانا مش عايز اسمي، انا قاعد كل شويه اشطب حته من اسمي، كل شويه اسمي الحرف الاولاني اشطبه، الحرف الثاني اشطبه، الحرف الثالث اشطبه. هيجي وقت الله، ايه يا رب ده انا اسمي مش موجود، انت اللي شطبته، انت اللي عملت كده. العذارة سهرانين، الاتنين حلوين، عذارة حلوين ولابسين لبس السهر وعايشين حياة السهر وبيمجدوا وبيسبحوا وبيعملوا كل حاجة حلوة. فين سماركم؟ فين أفعالكم؟ فين إنجيل إمبارح إنجيل متى 23، ربنا يقول لنا يعني كلام كله نعمة بس في منتهى التحذير لكل واحد فينا، لكل واحد فينا. اوعى قلبك يكون غير مظهرك اللي بره. يقول لهم، يقول للمرائين، يقول اللي عندهم رياء، يقول لهم انتم عاملين زي المدافن. وبالمناسبه امبارح لما رحت يعني كده قعدت اتامل في المتة 23 دوت، واحنا قبل ما الجثمان يجي يعني وبتاع، ده ايه ده؟ ده مبروزين وحاطين الرخام وفي مرسومه وحتى حاجه حلوه وعاملين حاجه حلوه، ايه ده؟ والرخام دوت والناس مش عايزه تيجي جنبه وتمشي جنبه وشكله جميل وحاطين له ورود وحاطين له وحاطين له وحاطين له، جوه ايه؟ جوه ايه؟ هذا المسيح بيقول لنا عليه، اوعى تكون قلبك غير مظهرك اللي بره، اوعى تكون قلبك بينضح غير اللي موجود فيه، او العكس. معنى ايه العكس؟ انا فلان، ده انا بعمل وبعمل وبعمل، وانا 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 وانا، واقعد اقول انا ديت. قلبك فين يا حبيبي؟ لا 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 لا، قلبي ايه بقى؟ اصل انا زعلان منه، ده اصل انا زعلان منها، اصل انا عندي مشكله معاه، اصل انا ما بحبوش عشان دمه تقيل، اصل انا مش، اصل انا بعمل كده، اصل انا بعمل كده. الله الله الله، ده انت الايقونه اللي بتقف قدامنا، ده انت الحلو اللي بترتب لنا، ده انت الحلو اللي لابس لبس نظيف، ده انت الحلو اللي بتيجي شكلك حاجه، ايه ده؟ ايه الجمال ده وايه الكلام الطالع؟ ما هو ده بينضح من قلبي، ده طالع من قلبي.
عشان كده ربنا يقول له ايه؟ يا سلام عليك، ده انت خادم امين. امين يعني ايه يا رب؟ يعني امين في علاقتك بيا، مش بتاع مظاهر. ما مش مستني واحد يجي يقول لك اه برافو عليك انت بتاع، ويزعل قوي او تزعل قوي لو ابونا ما قالهاش انت عملت ده كويس ولا ايه. زي خدام حلمين كده هوت، وربنا حافظ عليهم وبارك فيهم، كل شويه كل اي حاجه بعد يوم كل يومين ثلاثه بتاع له ابونا ايه رايك في اللي انا عملته، ايه رايك في اللي... لا, لا, لا 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 لا. طب خلاص ابونا هيطبطب عليكي ويقول لك برافو عليكي، ده ربنا ايه وده انت ايه وانت حلوه وانت 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 وانت. ربنا هيقول لك خلاص انت مش خدتي بقى على الارض، او انت خدت اللي خدت جزاك على الارض، عايز ايه؟ عايز يفوق، عايز يفوق. انما لا، ده يقول لك ده عليه خادم، ده خادم امين ولا حد يعرفه ولا حد بتاع. تواضع ايه الحلاوه دي وايه اللي بتاع؟ ويروح يخبط على بيوت، يروح يدور على فقراء، يروح يجيب عيال للكنيسه، يروح. هكرر الكلمه اللي انا قلتها تاني مره، قلتها لكم بس مش عارف. كنت في كنيسه في اسكندريه، كنيسه ملك جرجس بورت، وابونا تدرس قاعد كده، واحنا انا قاعد قدامه، فبيقول للشعب، بيقول لهم شايفين الصندوق الكبير دوت؟ الناس بقى قال لك يا هيدفعنا بقى ولا؟ قال لهم اوعى حد يحط فيه فلوس، احنا عايزين كل واحد يعرف واحد ما جاش الكنيسه، او كل واحد ما يعرف واحد بعيد عن ربنا يكتب اسمه، يكتب عنوانه، يكتب اي حاجه تخلينا نوصل ليه. وكمان اي حاجه، لو اي اسره لو ما زارهاش الاب الكاهن اسم الصليب، لان هم هناك كتير، فمده شهر ما بقاليش ما جالهمش، مده شهر تقريبا هم عليهم مجموعات يعني بيعملوها بطريقه معينه. ف يعني ابونا عنده مثلا كذا، ففي ناس منكم انا شفت كده الوشوش يعني شهر بقالنا معلش هنعمل صندوق. لان ربنا هو الراعي، ربنا هو الراعي الصالح. ربنا يقول لنا انا هو الراعي الصالح، ربنا بيرعاك، محدش تاني هيرعاك، فلازم يبقى ليك علاقه بيه. يقول لنا انا الراعي الصالح وببذل نفسي عنكم الخروف. نيجي في انجيل يوحنا، في انجيل يوحنا ربنا يقول لنا، في معظم انجيل يوحنا يعني يقول لنا الصفات، الحاجه الله هو الاب اللي قاعد مستني ولاده، اللي قاعد مراقب ولاده كده، عايز يضم كل واحد فيهم يقول له تعالى انا مستنيك. بس لازم كل واحد فينا يبذل مجهود عشان يبقى ليه اجره، ما هو ده عدل ربنا، لازم كل واحد يبذل مجهود. الحياه دي تجربه، هنا تجربه لدخولنا للسماء، او تجربه لازاي هنخش السماء. ولو ما عشناش هنا حلاوه بعض حلاوه السماء مش هنعرف نحس بيها فوق، زي ما الاباء يقولوا. بمعنى ان ربنا يقول انا هو خبز الحياه، بس انا ده هو خبز الحياه، في حد يقدر يعيش فينا؟ يعني مهما واحد يقول لك انا صايم، يقعد يوم يومين ثلاثه 10 20 بتاع، في الاخر هيجي وقت هياكل ايا حال حسب قدرته بقى. انما ربنا يقول لنا لا، ده انا خبز الحياه، عايز تعيش تعيش مع حياة، ما اسمها حياة أبدية، أنا هو خبز الحياة. قول لنا أنا هو نور العالم، عايز تمشي في النور امشي معايا، امشي ورايا، أنا أوريك الطريق. يقول لنا أنا هو الباب، من غيري مش هتقدر تروح حتة تانية، أنا هو الباب. تروح أي حتة تانية كده بتاع مش يبقى أنت مش ماشي مظبوط. أنا هو الراعي الصالح، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الكرمة الحقيقية. الكرمة الحقيقية هو ربنا، أنتوا عارفين الشجرة بيبقى بيطلع منها أغصان، لما تلاقي فيه غصن كده الورد بتاعه ما فيهوش، أو الثمر بتاعه أيا كان ما بيطلعش في أي خلل،
يقول لك اصله انت ما زقتش الجذر بتاعه، يعني دوت ما سقيتلوش ميه او اعمل له ما اعرفش احط له مثلا مواد معينه حاجات زي كده. فاحنا طول ما انا لو انا غصن في الشجره دي، المسيح باخد منه، لما ما اخدش منه خلاص ما في مش هيبقى عندي حياه، للغصن المقصوص دوت، الغصن اللي مقطوع دوت، حتى لو حطيته بره 20 سنه هيقعد يدبل 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 لحد لما هو بيموت مباشره من اول. وهي دي الخطيه، وهو ده التوبه اللي احنا وانس اللي انا انفصل عن المسيح، انفصل عن الكارما الحقيقيه، ابقى غصن ميت، اموت. الخطيه هي موت، لان هي بتبعدنا او هي البعد عن ربنا. ولنا التوبه هي الرجوع لربنا في منتهى البساطه. لابد انا لكل لي ملامح لرحلتي الروحيه دي، رحله هنا موجوده، انا في رحله روحيه، لو ما عشتهاش هنا مش هقدر اروح المكان اللي ربنا عايزني اروح فيه، اللي هو قال لي وطني السماوي، دي رحله. لو انا مش عارف الطريق، لو انا معنيش البورصه، لو انا مش عارف اروح ازاي، يبقى اذا مش هقدر اوصل للمكان اللي ربنا عايزني اروحه. ولازم كلنا نعرف ان ربنا بيقوم بالمبادرة في الأول، زي ما قلت لكم بيدور عليا، يقعد يدور عليا. تفكرين أغسطينوس، القديس أغسطينوس قال له يا رب أنت أنا إيه ده؟ إيه اللي أنا فيه ده؟ 30 40 سنة ولا 30 ولا 31 سنة ولا عدد من السنين كلها ده، وأنت ماشي ورايا في كل حتة وبتدور عليا في كل حتة وما زهقتش، ما زهقتش من اللي أنا، لا كل واحد فينا ربنا بيعمل معاه كده. كل واحد فينا في كل لحظة، ما عندناش صدف، ما فيش حاجة اسمها صدفة. أصل أنا كنت ماشي وبعدين اتغيرت كده وبعدين لقيت فلان صدفة فقال لي كذا 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 فرجعني للكنيسة تاني، لا 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 لا، ده ترتيب سماوي، ده ربنا اللي بيرتب، ربنا مدبر الكون. أمال أنا بقول له إيه؟ بقول له يا رب لتكن يا رب إرادتك، لتكن يا رب مشيئتك، وأسلم حياتي وأسرتي لربنا، وربنا هو اللي بيدبرها. لما نقعد كده مع بعض نقول دبر يا رب هذا الأمر يا رب، أنت تقول يا رب إيه رأيك نعمل كده ولا نعمل كده ولا نعمل كده، وتلاقي صوت ربنا الحلو الحنين يديك الطريق المفتوح، يقول لك هو دوت اللي أنا عايزه، هو دوت اللي تعمله. يا رب اشكرك ليه؟ لانك انت قلت له، طلبت منه، انت خليت حياتك وخليت حياتك الروحيه انت واللي معاك كزوج او زوجه او مسؤول حتى مدارس احد، تبقى انت دولت حياتهم كلهم ربنا هو اللي هيدبرها في ايد ربنا، لتكن ارادتك لتكن مشيئتك. هو ده اللي انا بقوله، ربنا مش عايز ننجح السنه دي في الكليه لانه مدبر لي حاجه تانية، او ممكن الطريق اللي انا لو انا نجحت كذا 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 كذا، ودي ممكن اعرفها وممكن ما اعرفهاش خالص، يعني ممكن ما اعرفهاش خالص 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 لحد لما اوصل السنه، يعني انا بعض الاباء يقول لك ممكن تعرفها في السنه، انا ممكن ما اعرفهاش، انما انا متاكد، ليه بقى؟ ليه انا متاكد؟ لان بطلب من ربنا، لما بقول له لتكن ارادتك وتكن مشيئتك، بطلب من ربنا ان هو يديني النعمه اللي انا اتقبل اللي هو هيبعته لي. انا يا رب سايب الموضوع ده في ايديك يا رب. اخش الامتحان ما اخش الامتحان، انجح ما انجحش، انا هعمل اللي عليا. انا هذاكر، هعمل كل حاجه، عملت كل حاجه. وبعدين في الاخر لقيت النتيجه مش هي دي اللي انا عايزها. ربنا يديني نعمة عشان أنا ماشي في مشيئة ربنا، ربنا يديني نعمة ويديني بركة اللي أنا أتقبل دوت. عشان كده أقول له أشكرك يا رب، أشكرك على النعمة دي،
نعمة إيه ده أنت سقطت؟ لا ما هو ده سقط، ده هو دي إرادة ربنا، دي مشيئة ربنا. طب إزاي أنت بتتكلم؟ أصل ربنا أعطاني نعمة، أعطاني سلام، أعطاني حاجة غريبة في قلبي كده، حاسس إن أنا ساقط ومبسوط وساقط ليه؟ أنا السنة الجاية ممكن أنا، لأن جوانا كنت هروح هنا، ربنا عايزني أروح هنا. فيبقى إذا مع تقديمي أنا لمشيئة ربنا، لما أقول لربنا لتكن أرادتك، لا لما أنا أقول لربنا لتكن أرادتك وتكن مشيئتك، تأكد إن ربنا بمشيئته ونعمته وبمشيئته وبإرادته مهما كان القرار هيديك النعمة والسلام والبركة في قلبك، اللي انت تتقبل اللي ربنا، اللي انت طلبت ربنا يكون معاك فيه، واللي هو اللي الصالح ليك. انتوا واخدين بالكم انا ولا انا مش قادر اوصلها ولا؟ وربنا لازم نعرف هو اللي بيبادر، يعني هو اللي يقول لنا انا عايزك. ربنا نزل من غير ما حد يسأله، غير ما حد يسأله، تجسد وبقى على الصليب علشان كل واحد فينا، من غير ما حد يطلبه، من غير ما حد يقول له تعالى يا رب خلصنا من الموضوع دوت، ده احنا اتولدنا بالخطيه وحاوى و ربنا يقول. عشان كده ربنا يقول لك ها انا ده واقف على الباب اقرع. انا ربنا يقول لنا انا اللي بقرع على بابك، باب قلبك، باب أسرتك، أنا اللي بقرأ، أنا اللي ما بفتحلوش، مش أنا بقرأ الباب بتاعه، لا، ده ربنا، ربنا بيبعت لي كل يوم، كل يوم، كل لحظة، كل ثانية. يعجبني خالص الـ 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 الأسبوع الأسبوع الثاني في شهر، الأسبوع الأول في شهر بابا، إحنا شهر بابا، شهر بابا ده الأسبوع الشهر الثاني. في الأسبوع الأولاني كان المفلوج اللي معاه أربعة نزلوه من السقف. حاجة إيه ده؟ حد يعرف أسماء الأربعة اللي نزلوه من السقف؟ جت في الإنجيل في أي حتة؟ أمانة، أمانة، هي دي الأمانة، هي دي الأمانة. أنت أمين، أنت كنت أمين في القليل، تعال ادخل لفرح سيدك. وإيه ويتعبوا، يعني إيه يتعبوا؟ الدنيا زحمة مش عارفين، طب نشيله فوق، طب نفتح، طب الراجل ممكن ياخد مننا تمن اللي احنا فتحناه في الفوق، لا هنصلحه تاني، لا مش هنعرف، لا هنعرف، معرفش بقى طبعا هو كانوا بيعملوا إيه. إنما هدفنا الرئيسي أنا عندي، هما الأربعة يعني عندهم ثقة في وعود ربنا إن هو الشافي، إن هو هيشفيه، ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده أي حد، لا ده ربنا اللي هيشفيه. فإحنا خلاص هنحطه قدام المسيح بإيمانهم، ومحدش يعرف مين هم. فالكنيسة بعد كده تيجي، ده الأسبوع الأولاني. الأسبوع الثاني ربنا يقول لنا برضه ما تخافوش، انا يعني ايه حتى لو من ناحيه الاكل يعني والشرب وكل الحياه بتاعتكم بتاع صيد السمك والمركبتين، لما بطرس قال له ده انا طول الليل قاعد شغال وقاعد عامل، وقال بتاع سمك انا عارف ايه اللي بعمله، وانا عارف امتى السمك وامتى ارمي هنا وامتى اعمل كده وامتى اعمل كده. فبيقول لربنا، فربنا يقول له لا ادخل للعمق، خش جوه شويه، ما تخافش، تعال خش اسمع كلامي، تعال. ياما مننا بيهرب، ربنا يقول لي ادخل، ادخل شويه، ادخل معايا شويه، ما تكلمش سلام، لان مش من قلبي. اقف اصلي كلمتين عشان عندي اعتراف كمان اسبوع ولا اتنين، اذا كنت بعترف للاسف عشان اقول لابونا انا بصلي ايه دقيقه اتنين تلاته، انما انا حياتي مصليه. المهم
فأنا فده الأسبوع التاني. الأسبوع التالت بقى، الأسبوع التالت يجي المسيح برضه يشفي اللي هو كان عنده مشكلة في مخه، وعنده مشكلة في بقه، وعنده مشكلة في عينيه. ولا في حاجة هنا، ولا في حاجة هنا، ولا في حاجة هنا. وآية 22، أول آية في الإنجيل، آية 22 في إنجيل يوم الأحد الثالث اللي هو الأسبوع اللي فات، يقول لك وقدموا للمسيح، قدموا للمسيح، قدموا للمسيح. مين هو؟ مين هم؟ نفس الكلام يكرر، خادم أمين. قدمه، أصل ده ما يعرفش، ما عندوش، ما ولا عنده مخ، ولا عنده بق، ولا عنده، ولا عنده عينين. ويقول له ربنا، يقول لنا بقى دي نقطة تخلينا ازاي نبقى خدام حلوين، وازاي نعيش الخادم. بالمناسبة الخادم مش معناها انا باجي الكنيسة بعمل كده وابونا يقول لي اعمل كده واعمل ده، لا 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 لا، ده انا اي كل واحد مسيحي خادم. خادم يعني ايه؟ يعني بروح للجار اللي جنبي اقول له ازيك، انت عامل ايه؟ عينيا الاثنين ليك، انت محتاج مش عارف ايه، انا اروح اجيبها لك، انا اعمل لك كذا، انا اعمل لك كذا. دي خدمتك، دي حياتك. فكلنا خدام باي شكل من الاشكال وباي طريقه من الطرق. خلي بالكم، ما فيش يعني مش بس مقصورا على الخادم اللي موجود في الكنيسه اللي زي خدام الحلوين خالص اللي موجودين قدامنا معظمهم دولت، لا، انما الخادم كل واحد فينا. نرجع للموضوع ده تاني. فربنا يقول له ده، ربنا عرفنا ان ده بسبب الخطيه، الخطيه. فرب الخطيه ليه يا رب؟ يعني ايه؟ اصله يا حبيبي لما انت ما بتفكرش فيا عقلك بيبوظ، ما انت ما بتفكرش في المسيح، ما عندكش فكره عنده، عقلك هيبقى في ايه؟ عقلك هيروح في حته تانيه خالص 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 خالص، تبقى صفتك زي صفته دوت. طب يا رب، اصل يا حبيبي عينيك طول ما هي ما بتشوفش الانجيل، ما بتشوفش كلامي، ما بتشوفش جسدي ودمي وتيجي تاخده، يبقى عينيك عميه لانها بتبص على حاجات تانيه، فعينيك معميه. طول ما انت ما بتسبحنيش ولا بتصلي ولا بتذكر اسمي ولا بتشكرني ببقك، ما عندكش لسان، لان لسانك ده ميت، لان بتذكر بيه حاجات تانية. فهو ده كل واحد فينا، فهو دوت اللي قدموه الاسبوع اللي فات. الله يقول لنا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحياة الأبدية. وهو الطريق الوحيد، الطريق الوحيد. لازم نروح، لازم نروح لهذا الطريق لكي نصل إلى الملكوت والحياة الأبدية. الكتاب المقدس لما نيجي نقراه كلنا بتاع، هو مش احنا بندور على بنبحث بحث الإنسان عن الله، لكنه بحث الله المتواصل عنك في البداية. ربنا يقول لآدم، لو كلنا فاكرين في تكوين 3، يقول له آدم أين أنت؟ فين أنت؟ كان ليك علاقة بيا وبتتكلم معايا كل يوم وبتعمل، أصل حصل خطية، خطية تنفصل، أموت، أموت، أعيش ميت. باكل وبلبس وبشطف وبعمل واروح الشغل واجيب فلوس واعمل بتاع، بس انا ميت، انا ميت. اين انت يا ادم؟ فينك انت؟ كنت بتكلمني كل يوم، ربنا بيقول لي كل يوم، بيقول لي فينك انت؟ فينك؟ فين؟ ما تكلمنيش ليه؟ ما تتكلمش معايا ليه؟
يعني انت بتتكلم مع فلان في التليفون وفلانه، وبتتكلم مع فلانه وعلانه بيتكلم مع علانه، وده ودوت وده، ونقعد بره نتكلم ونكتب ده وكل دوت، ومش عايز تكلمني انا ابوك السماوي ولو كلمه، كلمه في اليوم. فربنا يقول له فينك يا ادم؟ فانا بستخبى منه، اعمل ايه؟ اريح دماغي، استخبى بقى ايه في فيسبوك، ما اعرفش ايه البوك، ولا كله يقعد بقى ايه بقى يدور ويعمل وبتاع ويقعد وبتاع، لحد لما رقبته توجعه من ان هو وعينيه توجعه ومش عارف ايه وبتاع، وينسى ويكون بقى في البيت، وحتى حاطط له ميه بتاع كاكولا ما اعرفش ايه اي حاجه جنبه، ويقعد بالساعات وناسيها، وممكن يطلبها مره واثنين وثلاثه، حاجات كتير خالص. لان انا مش، طب دقيقه، طب كلمني، طب ارفع يا امال هتستعد ازاي؟ هتستعد تروح الملكوت ازاي؟ ايه اللي بتعمله؟ انا مستعد، انا الاسبوع الجاي رايح مصر ان شاء الله ومستعد. لا، الشنطه بتاعتي دي بقت قديمه شويه، انا هروح اجيب شنطه، انزل واركب واروح وادور على المحل ده، وتلاقي المحل ده انا بقى فلان ده، لا 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 لا، واجيب. وبعدين الاقي نفسي بعد كده انا هجيب ما اعرفش ايه، واجيب ايه، وانزل بكره واخد يوم اجازه عشان انا هعمل مش عارف الباسبور كان فيه ايه، وانا هعمل ايه كل ليه؟ اصل انا بستعد. بستعد ليه؟ اصل انا مسافر رايح هوليداي. طب انا مسافر بستعد ازاي انا؟ دي احلى من مصر واحسن من مصر، او يعني احسن من اي حاجه طبعا، الحياه الابديه، ملكوت السماوات، ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولا يخطر على قلب بشر، ما اعده الله لينا، لكل واحد فينا، كل واحد فينا. نخلي بالنا، اسمها حياه ابديه، لان ربنا عادل. ربنا ذكر لنا الهلاك في الإنجيل مذكورة، لو أنا ما رحتش هنا هروح هنا. أنت بتكلمنا، أنت بتقول لي طب ما ده ربنا حنين، حنين بلا حدود، محب بلا حدود ومن غير شروط، من غير شروط. ولكن انت يا حبيبي اللي بتبعد، انت اللي مش مستعد، انت اللي ما عندكش استعداد. اما انا صغير وانا لسه، طب شويه كده اخلص بس الشغلانه دي، اخلص اعمل، اخلص ودي تجيب ديت ودي تجيب ديت ودي تجيب ديت ودي تجيب ديت. الله، ده رحت الدكتور والدكتور كشف عليا مش عارف ايه وبتاع، اصل كده بحب بتاع، قال لك يعني لازم نعمل اشعه ما اعرفش ايه، ولازم نعمل ايه، ولازم نعمل ايه بتاع. سوري، ده انت ده مش عارف الستيج 4 ما اعرفش ايه بتاع ايه، 6 شهور، 7 شهور، 3 شهور، الكلام اللي بيقولوه دوت. طبعا هو ما بقاش كلامه كاي، انما انا اهملت في جسدي بطريقه معينه وخلاص، هيجي وقت. ودي بتكون يعني، دي ممكن تكون ده ربنا كده يعني رحيم بينا، او رحيم بحاجه زي كده، عشان بيديله فرصه بقى نظف بقى وبتاع واقعد وبتاع. بس مش كل واحد هتبقى عنده فرصه، مش كل واحد عنده فرصه. مش عارف مين بيكلمني بيقول لي اصل ده صغير، قلت له بقول لك ايه، اي حد انا ماشي طلب العربيه وماشي، انا احسن سواق في العالم ده كله، احسن سواق، واخد احسن نشان، انا احسن سواق. الافات من المؤلفين اللي راكبين حواليا، في منهم متسرع بيشرب، عامل بتاع مش عارف ايه، هوب جامد من جنب، جامد قدام، جامد يعني طخ خبط وبتاع، باي 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 باي، انا ما بقتش خلاص، انتهت حياتي. يعني لازم يبقى في استعداد مستمر وثابت، ما يتغيرش مع اي حاجه.
مش عشان انا داخل امتحانات، عشان انا داخل مش عارف ايه، عشان انا داخل هشتري حاجه جديده، عشان انا داخل في مشروع مع حد، عشان لا. فيا ريت كل واحد بقى في الايه بتاعت ادم ديت، اين انت في تكوين ثلاثه، يا اشيل اسم ادم بقى. فربنا النهارده بيقول لي انا بيقول لي انا اين انت؟ فيني انا؟ فين علاقتي بربنا؟ اقعد مع نفسك لوحدك، اقعد لوحدك، اقفل اوضه كده، اقفل مكان، خش جوه قلبك، غوط في قلبك. هو انا ليه بكرهه؟ هو انا ليه ما بحبوش؟ هو انا ليه مخصمه؟ هو انا ليه ما بروحش هنا؟ هو انا ليه ما بعملش كده؟ هو انا ليه بتكلم على فلانه؟ هو انا ليه؟ هتلاقي حاجات كتيره. يا رب انا مش عارف اتوب، توبني. بس تلاقي ما يخلكش تكمل، صدقني مش هيخليك تكمل، مش هيخليني اكمل. يحضني من حضنه دافي، ما يخلينيش اكمل، ما يخلينيش كده. خلاص غفرت لي خطاياك. قعدت اقنع واحد قد ايه لما انا من قلبي بعترف وبتوب عن خطيه معينه ايا كانت الخطيه، وبقعد مع ربنا وبقول له يا رب اخطات اليك يا رب، والشر قدامك صنعت، واجري على اب اعترافي، وابونا يقرا لي الحل ويشم لي الصليب على دماغي، ونقرا المزمور بعديها، ونقعد مع بعض. ببقى مش مصدقني اللي هو ابيض من التلج، بقى بياض قلبه خلاص، مسحت ليك، لم اعد اذكرها، خلاص انتهت. ده وعد ربنا، ده وعد ربنا، ده مش كلامي، ده مش كلام اي حد، ده كلام ربنا. بس المهم تعترف فيها. بس انا ما اعترف ليه؟ ما انا اصلا يا جماعه المناوله، يا جماعه المناوله، اصلا ابونا بقول لك بس انا متعود باجي كل لما اجي يوم حد. انا جيت امتى يا حبيبي؟ انت مش بتخلصوا 10 ونص ان شاء الله ربع اهو، يعني كده قبل المناوله ب 10 دقائق. يا حبيبي ما ينفعش، اصل طبعا عادة انا اصل باجي اخد بركه. قريت الانجيل في لو انت مش مستعد. لا اصل بركه، اخد بركه، اخد بركه. بقالك 30 40 سنه كل يوم بتيجي تاخد بركه، فين البركه دي بتروح؟ فين البركه دي؟ طبعا المرات انت بتثبت لي ان في بركه، اثبت لي البركه دي، وريني البركه دي. لابد ان انا افكر ان الله هو الشخص الوحيد اللي بيبحث عني، بس انا اللي بستخبى. لازم أدر ربنا، شوف 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 الكلام، أدر ربنا اسمح له ان هو يجذبني اليه، ان هو يحبني، ان هو يحملني، ان هو ياخدني في حضنه ويوديني الملكوت. لا مش بالعافيه، مش بالعافيه، مش بالغصب، مش بالعافيه. مهما تعمل تقول لي ده انا كل اسبوع بعمل بحط والصناديق ديت هتشهد لي، والبخبط هنا وبعمل هنا وبعمل دوت تعرف ربنا ولا اعرف قابلته ولا ليك علاقه بيه ولا اخر مره انا فاكر كان في مشكله بتاع، ودخلنا صليت ودخلت وتصليت خلاص. اصله مشكله ربنا اتحمل وحلت وبتاع كله خلاص. حاضر. مش هتيجي حياة الاستعداد، مش هتيجي إلا بالتوبة. التوبة
بطرس يقول له ايه؟ يا رب ها انا اغرق في الامواج نجيني. هو ده اللي انا بقوله، هو ده اللي انا بقوله، ده اللي انا اقوله دلوقتي، ده اللي انا اقوله يا رب. يا رب الامواج الدنيا تطلع تشيلني من هنا وتطلع تشيلني من هنا. طلعت صدقوني العمليه صعبه جدا، العمليه صعبه جدا، لازم رد فعل مننا. والغلط بتاعنا ان احنا نعمل رد فعل، لان احنا لازم نكون احنا فعل. بس احنا، انا بتكلم عن نفسي، لما اكون في مرحله متاخره طب رد فعل. يعني ايه رد فعل؟ يعني انا ما اتجاوبش بقى مع اللي بيحصل لي ده على طول. يا رب بص يا رب، طب انا حنام لان انا تعبان، انت عارف انا كنت جاي ومشاوير والدنيا والغلا والدنيا و و و و ونمت، بس بكره ان شاء الله انا هاخد المزامير ديت وبتاع، وانا هعمل وزي ما قلت لابونا وزي ما قلت بتاع، وبكره يجيب بكره يجيب بكره يجيب بكره يجيب بكره. وهوب اروح للدكتور اقول لك لا ده انا لازم ارجع اصلي عشان ربنا يشفيني. طب الشفاء ده ربنا عامل لك كده عشان تقرب منه. ربنا بيتعامل مع كل واحد بصفة شخصية. اللي ينفع معايا ممكن ما ينفعش مع ده، ما ينفعش مع دي، ما ينفعش مع ده، لأنه إحنا ولاده، إحنا ولاده، وعارف كل واحد فينا، مش هو اللي خلقنا، عارف كل واحد فينا. فأقول له يا رب أنا في حفرة، أنا في 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 مستنقع الخطية نفسها يا رب، أنا في يعني مش عارف أطلع لوحدي، أنا مش عارف أطلع لوحدي، أنت رب اللي هتقولي، أنت رب اللي هتطولني، أنت رب اللي هتسلمني، أنت اللي هتساعدني، أنت رب اللي هتمسك بإيدي، أنا ناصر. ليه؟ لأن أنا يا رب عندي، ربنا هيسألك ليه؟ لأن أنا عندي ثقة في وعودك يا رب. عشان كده لابد إن احنا نفحص قلوبنا. بيقول لنا في مدرسة أرميا يقول لك إيه؟ لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب، لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله في السماوات. لازم نرجع. هو ده، هو دي بدايه، او هو دوت حياه الاستعداد. هي دي حياه الاستعداد. حياه الاستعداد يعني توبه، اكون تايب، توبه مستمره، توبه. انا ماشي في العالم، انا ماشي في العالم، اتنفست، احد دخل عالم هنا وده ده بالدموع، يا رب حقك علي، يا رب انا اسف، انا ما كنتش عملت كده بتاع. ربنا يقول طب علي، يقول خلاص خلاص خلاص، واعترف فيها وانتهي. هو ده، هي دي حلاوة ربنا، هي دي حلاوة ربنا. وقعد قوم، نظف نفسك. ليه مش كل اسبوع اروح العب اعترافي؟ لو انا مثلا في خطيه مستمره معايا، او ليه مش كل اسبوعين؟ ليه بخليها شهور وشهور وشهور؟ اقعد شهور بقالي. كلم واحد شفته بقول انا بقالي 13 سنه. قلت له ربنا يديك الصحه يا رب. ماشي 30 سنه ماشي، ربنا هيطبطب عليك، وربنا هيعدمك، وربنا هياخدك، وربنا هيقول لك تعالى ده انت ابني، ده انا بذلت دمي عشانك، حتى لو انت كنت ايه، انا عايزك زي ما انت كده، ادام انت جيت لي تعالى لي كده. وهتلاقي نفسك بقيت نضيف خالص، وبقيت نضيفه خالص، والشارع كله تراب. هتحاول كل مره اللي انا التراب ده ما يجيش جنبي، التراب ده ليه؟ لان انا خلاص اتعودت. صدقوني اللي يقعد يكرر كلام مع ربنا وكلام على ربنا والصلوات بتاعت اللي احنا بنرفعها ديت، ايا كانت الصلاه وايا كان الكلام، لسانك هيتعود. صدقوني لسانك هيتعود، لسانك هيتعود. هتلاقي ناس قاعده جنبك خمسه سته بيتكلموا في موضوع، وانت لقيت نفسك كده كده لوحدك من غير حاجه. خلاص بقيت هي حياتي. يا رب اشكرك يا رب، ايه النعم اللي انا فيها يا رب؟ ايه ده؟ وانا لسه بتنفس ولسه بعمل ولسه بروح الشغل وباجي، ولادي ومراتي وابني وبنتي وبتاع،
يا رب اشكرك، ايه النعم اللي انا فيها دي؟ انا موجود في كنيستك يا رب، انا موجود بقى كل اسبوع كده يا رب، بتحط جسدك ودمك يا رب، بقى انا باخدك جوايا، انا ما اعرفش اقصد، مش عايز اسجلها، صدقوني ما الواحد ما بي ما بي ما بي ما 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 يعني دموعه ما بتنزلش الا وانا رايح اناول. ايه ده؟ جسد ودم عمانوئيل الهنا، ايه ده؟ ايه اللي انا فيه؟ ايه النعم دي؟ ايه ده؟ كم واحد فينا بيشكر ربنا انه لسه بيمشي، انه لسه بيتكلم، انه لسه بيبص، انه لسه بيسمع كل الحاجات الحلوه دي، حتى لو في اي حاجه مثالي كده، الكتر الكلام الحلو دوت هينسيك الحاجه اللي مش هتحس بيها. صدقوني الرجوع لربنا عن طريق التوبه، واقول له يا رب اللي انا محتاج لك ومش هقدر اعمل حاجه الا بيك انت. انا بس هخلي دي صلوه صغيره. يبقى اذا احنا اتفقنا كلنا خلاص في 3 دقائق ان احنا نبتدي من النهارده حياه الاستعداد. حياه الاستعداد دي هي الحياه بتاعتنا، هي الحياه اليوميه بتاعتي، هي حياتي يوميه، حياه يوميه، لازم ابقى عندي ثبات وعندي دوام في حياه الاستعداد. انا مستعد. احنا كلنا كنا فرحانين، انا بتكلم عن نفسي، ان انا ربنا اعطاني النعمه اللي انا شفت خادم امين، عشرت خادم امين فتره صغيره، تعلمت منه. صدقوني كنت قاعد قبل ما يتنيح بكام ساعه بقول له يا رب خلينا ابقى ربعه، خلينا ابقى زيه، خلينا اتعلم الامانه دي. ايه الامانه دي؟ لا اصل ده كان بيعرف ربنا، اصل ده كان بينه وبين ربنا، محدش يعرف يعمل ايه، محدش يعرف يعمل ايه. ليه؟ مش فارقه معانا. هو فرق ايه اللي فارق معاه؟ ربنا. استعداد للعمل الصالح، اللي انا اكون عندي استعداد، اي واحد اشوفه عايز اي حاجه لازم اعملها له. ايا كان، لو تقول لي بقى لا اصل دوت ما طلعش معايا جدع الاسبوع اللي فات، اصل ده عمل لي ايه، اصل ديت ايه، اصل انا مقصر معاها. ده العمر هو اللي قصير. عشان يكون انسان الله الكامل متاهب لكل عمل صالح. استعد للصلاه، استعد ان انا اصلي في كل موقف، في كل ناس بتتكلموا على حاجه انا اصلي. استعد ليه؟ لان الصلاه ربنا قال لنا ينبغي ان يصلى كل حين ولو ليل. الصلاه بتفتح الابواب المغلقه، الصلاه بتحمي من التجارب، الصلاه بتحمي من حروب ابليس. على طول اي حد يقول لي انا عندي يا ابونا مش عارف ايه، انت لو امسك صليب في ايديك، انت بتصلي وامسك صليب في ايديك، ابليس هيهرب. انت عندك بالمسيح هتغلب ابليس، بالمسيح، المسيح اللي موجود فيك، ابليس هيطفش، ابليس هيهرب منك. وطبعا السيد المسيح هو مثلنا الاعلى في عمل مشيئه الله، وخلاص البشريه كلها اعطانا امثله اللي احنا نكون مستعدين للقاء الرب الديان، والاستعداد لساعه الانتقال، والاستعداد لمقابلة المكافأة أو العقاب. أنا كفاية عشان كده، عشان فاضل دقيقتين. لازم أكون مستعد. يعني أنت قاعد إيه؟ استعداد إيه وبتاعت إيه؟ ما هو الاستعداد عشان أكون مستعد. هقابل ربنا إزاي؟ هقابله إزاي؟ لازم أكون مستعد. هيجي وقت انا همشي من الارض وهروح في السماء، في الملكوت، في الفردوس، اروح في الفردوس. فلازم اكون معايا شنطه، لازم اكون معايا باسبور، لازم يكون معايا الختم اللي على الباسبور، الفيزا اللي هاخدها عشان اروح بيها.
محدش هينفع، مفيش حد هيروح من غير الفيزا، من غير الباسبور، من غير وهو مخطوب، مفيش. مش هتقدر تخش، مش هتقدر تخش. وكمان عشان هيبقى في مكافأة أو عقاب، وربنا أعطانا كل دوت وعرفنا كل دوت وقال أنتوا تختاروا. صدقوني ما أحلى الحياة مع ربنا وإحنا موجودين هنا هوت، ما أحلى وما أسعد الحياة مع ربنا. ربنا هيجي كده في وقت من الأوقات ويلاقي واحد كده وهو كلنا نكون عارفينه كده، نلاقوه ايه ده؟ ماله متعزي قوي كده ليه؟ ماله كده فرحان؟ ده الراجل خسر، ده الراجل عمل ايه؟ ده الراجل حصل فيه ايه؟ ده وهو عنده سلام عجيب، ربنا بيطبطب، ربنا بيضمه، ربنا بيقول له انا معاك، سيبك من الحاجات دي كلها تفاهات. فعشان كده لابد ان احنا نكون مستعدين وثابتين ودائمين في حياة الاستعداد لإلهنا كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.